بسم الله والابن والروح القدس معك الامين. بعتذر عن التاخير، بس فعلا السكه كانت زحمه شويه، ودايما بيبقى يوم حلو بالنسبه لي ان انا بحس بعدم الاستحقاق الشديد، يعني بجد بحس ببركه كبيره ما استحقهاش ان انا بكون معاكم. واقول ان احنا دايما بيشجعني، اقول لهم برضه بيشجعوني، بجد بيشجعوني، يعني بحس ان انا ايه اللي هو عارف بكون واحد كده مالوش اي حاجه، اقول تعالى اكلمك، بحس ان انا محتاج ابونا فين بس. فالموضوع ده موضوع النهارده موضوع كبير كبير قوي، ودي محاوله من مجموعه وعظات وحاجات وافكار. هنتكلم شويه يعني ميكس ما بين سيكولوجي وما بين كلام روحي، لكن هيبقى هحاول اكون حقيقي قد ما اقدر، مش هقول كلام يعني كتير في الموضوع، لان كل واحد فينا ممكن يكون عنده اكسبوجر على افكار كتيره او حاجه. فالموضوع بتاعنا اسمه بركان المشاعر، او بركان المشاعر. كل واحد فينا عنده مشاعره غاليه قوي عليه، اغلى حاجه عنده هي مشاعره، صح؟ المشاعر عباره عن ايه؟ الاحساس المصاحب للخبرات. لو انا مثلا جيت خبطت شريط جامد قوي كده، هبقى بضحك على نفسي او هو بيضحك على نفسه وقال ايه؟ لا لا انا مش وجعاني على فكره، خبط جامد. اكبر تحدي بتاع الاسره، اي اسره في اي حته في العالم، هو ان يكون المشاعر دي مسموعه. هنخش بسرعه في البرزنتيشن. وداود قال كده قلبي مجروح في داخلي. طب يا داود ما قلبك يعني، هو طبعا ما قصدش الفيزيكال، صح؟ ما قصدش التشريح بتاع قلبه، لكن يقصد ايه؟ مجروح، مشاعره ايه؟ تعبانه. المسيح نفسه مر بدي لما قال ايه؟ نفسي حزينه. ها؟ عشان ناس كتير قوي يعني عايز اعمل باي باي لناس كتير. المسيح نفسه قال كده نفسي حزينه حتى الموت. وده معناه ايه؟ مشاعر ايه؟ كل واحد فينا هيمر عليه مشاعر مختلفه. الشخصيه السويه هي اللي بتقدر تتوازن ما بين كل المشاعر دي. مفيش حد، مش هنضحك على نفسنا، احنا اتربينا بطريقه اللي هو انت رايح الامتحان وانت صغير فمشدود، خليك راجل بقى ما تعيطش بقى، هتعيط؟ ها هنبقى رجاله ولا هنعيط؟ راح اخد مثلا فاكسين او تطعيم بتاع مثلا، فمرعوب، فبابا وماما يفتكروا ان هما كده بايه، بس هما بيعملوا ايه؟ هما بيمسحوا مشاعري، فانا برفع مشاعري اقول انا مرعوب، اقول له ايه؟ انت مش راجل، انت كده الرعب ده علامه انك ايه؟ ده غلط. ليه؟ لانك انا بقول لك انا تعبان، فتقول ايه؟ انت ضعيف، انت كده وحش. فربطنا المشاعر الضعف او الالم او الحزن او الدموع بالايه؟ بعدم القبول والرفض، ودي مشكله كبيره. المشاعر التي لم تخرج او لم يقدروها مقدم الرعايه هي صرخه داخليه لم تسمع. كل واحد فينا او كل طفل، انا دخلت في الموضوع بسرعه، كنت محضر مقدمه طويله شويه بس عشان وقتنا هخش بقى بسرعه في الموضوع. احبائي انت اللي بتحدد، انت مش مراتك، مش جوزك، مش ابونا، انت اللي بتحدد شكل حياتك وسلوكياتك ازاي بس بفهمك لمشاعرك. ممكن واحد يشتري عربيه غاليه جدا عشان عنده مشاعر صغر نفس، ممكن واحد يروح يحجز رحله غاليه جدا فين في مش عارف كاريبيان ايه، ولا ياخد بوت فين، كل ده ليه؟ عشان ماشي ورا شعور. انا بقولش انه غلط او صح، بتكلم على انه لو ده بتسمع صرختك الداخليه في لحظه كنت متالم فيها وما تسمعتش، هقول لك سوري اسمع دي المشاعر ايه؟ ده المبدا بتاعنا، ركزوا معايا. المشاعر لا تموت، تدفن وتطل علينا بوجهها القبيح بعد زمن. اوكي؟ لازم تفهم المبدأ ده كويس. مشاعرك اللي انت ما طلعتهاش لما انا خبطتك خبطة جامدة قوي قوي، وانت عشان ما تزعلش ما تودينيش انك زعلان احسن ابونا يزعل مني. الموقف ده حصل معاك وانت طفل،
باي شكل، او حصل معاكي وانت جايه من المدرسه زعلانه فماما قالت لك ايه ده شغل العيال ده بقى، فانت دخلتي اوضتك حطيتي راسك على المخده او كلمتي واحده صاحبتك وفضفضتي معاها. بس مقدمي الرعايه بابا وماما كانوا لازم ما ياثروش في حقنا ده. 80% من مشاعرنا المجروحه هي نتيجه ايه؟ ان مقدمي الرعايه في اول 7 سنين في عمرنا ما كانوش مقدرين مشاعرنا، لدرجه ان ممكن واحد يقول لك انا اتجوزت الجوازه دي بس عشان البنت دي مش مناسبه لي خالص خالص، بس عشان خاطر بتسمع مشاعري بس تقدر مشاعري فانا وافقت عليه. عارفين ليه؟ عشان البيبي اللي جوه اللي عنده 7 سنين او اقل بيعيط بيقول يا جماعه حد يسمع بركان المشاعر اللي جوايا. ساعات كده تلاقي واحده اتجوزت مثلا واحد تقول ايه الجوازه دي الغريبه دي؟ عارفين ليه اتجوزته؟ عشان البيبي بتاعها اللي جوه هي يعني هير اون تشايلد بيعيط بيقول يا جماعه اسمعوني، فلقت حد اسمها فقالت ايه؟ هو ده. وتفتكر ان ده الحب حبيبي، طول ما انت جواك وندت كده مش هتعرف تحب، مش بقول مش هتعرف يعني هتحب، بس هتحب حب ايه؟ غير ناضج. الحب يبدا لما نفهم بسرعه كده كل واحد فينا بيعدي عليه مشاعر خزي، فرح، نكد، حب، زعل، دي مشاعر طبيعيه. ايه الكورتين دول؟ ايه رايكم الكره دي والكره دي؟ ايه الكره دي؟ كره ايه؟ كره البينج بونج. لما بتتخبط جامد واحنا بنلعب، حد بيلعب بينج جامد بيحصل لها ايه؟ ده ابويا معلم صح؟ رايح فين؟ جاي مش عارف يعمل ايه في الحرب السقيه. ابونا معلم، فابونا ساعات بتتكسر الكوره صح؟ وساعات فاكرين زي ما كنا لو ضغطت شويه يحصل لها ايه؟ تطبق. فساعات كنا نحطها في ميه مغليه عشان ترجع تاني وبعدين برضه تفضل مكسحه كده صح؟ في واحد نفسيته زي الكوره البينج دي، وفي واحد نفسيته زي ايه؟ كره الراجل ارزع فيها براحتك، كره التنس ترجع وتروح صح؟ صعب قوي تكسر كره الراجل، ممكن تتكسر بس صعب قوي. في واحد تاني نفسيته عامله زي ايه؟ انا عايز افهم نفسي هو انا فين؟ هل انا مريت بخبره تقول لي انت ما ينفعش تفتح بقك؟ هنروح عند طنط فلانه هنقعد مش هنتحرك. طب هتقدم لنا اكل مش هناكل. ليه يا ماما مش هناكل ليه؟ الجزار كله فات في الفصل مع طنط. اوكي هنروح مش هنفتح بقنا. انت ليه قلت كده؟ ولو قلت بقى كلمه ببساطه ولا هزرت هزار وانت صغير لونك اسود بقى خلاص يبقى انت كده ايه في البلاك ليست. اوكي وانتوا بتعملوا كده مع عيالكم بتضحكوا على ايه؟ ما انتوا بتعملوا كده مع العيال. الولد بريء وبسيط وبيتكلم ببساطه. حد يقول كده برضه؟ ايه اللي انت قلتيه ده؟ ايه الهزاره اللي انت هزرتيه؟ ممكن واحد يعمل كده مع مراته على حاجات بسيطه جدا. هو المشكله مش بيعمل كده مع مراته، هو بيعمل كده عشان هو طفل ايه؟ متربى مشاعره. الموضوع ده يا جماعه مهم جدا. المسؤوليه الاولى او الاهم معلش قبل ما ايوه اتفضل. ما هو احيانا انا ببقى محتاج اوجه كلمه ازاي يتكلم، يعني مش هسيبه يقول حاجه غلط وما اقولهوش، يعني خد بالك ان ممكن تزعل الناس او كده. هل ده برضه مربطه؟ لا يعني احنا مش بنتكلم على اخطاء، احنا بنتكلم على ان جنرال انا عايز امشيه على العجين ما يخبطوش، عايز اخليه يبقى يطلع بصوره معينه. في حاجات اخطاء كبيره بس لو في حاجات طبعا لازم اتكلم فيها، بس لو في امور الكونتنت مش حلو اوجهه، بس مش بوجهه ان انا بخوفه انك لو اتكلمت في القعده دي، لانه خلي بالكوا نفسيتنا زي الكوره دي، في عيل نفسيته حساسه، في طفل نفسيته حساسه، البرسبشن بتاعه مختلف عن عيل تاني. عارفين الورق؟ في ورق ورق، عارفين ورق الكتاب المقدس بالورق؟ خفيف. وفي ورقه ثانيه بتبقى تخينه زي ورقه مثلا الكفر بتاع تبقى مثلا 80 مللي ولا مش عارف بيسموها كام، تلاقيها تقيله لو عملتها كده ما تطلعش. ورقه ثانيه بس لازم تفهم نفسيه ابنك. في وقت ما ينفعش اوجهه خالص، وفي وقت اوجهه واقول له وافهمه. وفي ولد بيجي من اول نظره، وفي ولد ثاني بيجي مقعده قدامي وافهمه. لازم تفهم انت مين وعيالك مين وده هيجي منين. افهم نفسك الاول وافهم مشاعرك.
في تدريب انا كنت عايز اخد فيه وقت شويه بس اوكي. التدريب ده دي يا جماعه تقريبا كل المشاعر الانسانيه اللي ممكن حد يعدي عليها. كنا مره خدنا كورس اسمه شفاء طفلك الداخلي. كل واحد فينا المشاعر الاساسيه هي دي بتتحكم في السلوك بتاعك والبروسيسور بتاعك بيترجمها. انت مثلا هديكم مثال خايف، فالبروسيسور بيحسسك بالايه؟ في موقف حاصل، فالصوت الداخلي بتاعك بيقول لك ايه؟ انت ضعيف او انت مرفوض او في تهديد، فالبيهيفير بتبقى متوتر او حاسس ان انت مثلا قلقان قوي، فبتاكت انك ايه؟ اي دونت كير. مش كده تلاقي مثلا بنت تخش الكنيسه حاسه انها مرفوضه من المجتمع او كده، فتلاقيها ايه؟ بيقول عليها تنكا. ايه مش تنكا ولا حاجه، ايه انسكيور. الانسان الطبيعي بشوش بسيط سلس. بنت مثلا بتبالغ قوي 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 في الميك اب بتاعها او في اللبس بتاعها، هي غلبانه. ليه؟ لانها حاسه بنوع من الايه؟ ما عندهاش enough stability inside، عشان كده طفحت على الاوتسايد. عشان كده ما تترجمش الامور دايما بالشكل الظاهري بتاعها. بص على الروت كوز وبلاش تحكم على الناس. اصبر، لانه احيانا بيكون ورا الشكل ده bleeding heart، في قلب بينزف انت مش شايفه، انت بس قلت شوف دي عامله يا حبيبي، ما انت مش عارف حاجه. عشان كده خلينا نفهم حته فقدان المشاعر ده مهم جدا. الاباء والامهات دورهم الاول احبائي هو ايه؟ يبروفايد لولادهم النيدز دي. نيدز الايه؟ جسديه، تعليميه، نفسيه، روحيه. المشاعر المجروحه بتحصل امتى؟ لما بيكون في، مش عايز اقول ابيوز، بس اهمال في حاجه من دول. sometimes abuse. هديكم مثلا واحد على كل حاجه بسرعه. مثلا ايه الابيوز الجسدي او البدني، يعني فيزيكال. ممكن ان انا ابني ينزف او متعور او جاي يصرخ بابا انا مش عارف ايه، تقول له ايه؟ بتهون قوي خلاص، ده استغلال، ده اهمال، ده غير مباشر. او ان انا اعمل له نوع من ان انت لو اتعورت او حاجه يبقى الدنيا تقف. الاثنين غلط على فكره. في ساعات امهات بتبقى اكسترا بروتكتيف، بيوصلوا الولد لحاله او البنت لحاله انه لو حصل نقطه دم ويسود الدنيا ولازم نكلم الاف بي اي، قلنا بالطياره عشان يعني ده برضه انتهاك. انتهاك تربوي ان انا ابقى عارف ان ابني مثلا داخل في مرحله مراهقه، ابني في سن 8 9 سنين وما فهمتوش يعني ايه مثلا سكس اديوكيشن. ده انتهاك. ابنك داخل في مجتمع وانت جاي هنا امريكا بمزاجك وعارف المجتمع اللي هيعيش فيه عامل ازاي، وانت بتعاني من بلاوي وابنك 7 8 سنين ومش بتعلمه يعني ايه مثلا عفه، ويعني ايه جسد، ويعني ايه جنس، ويعني احنا اتكلمنا زمان ونتكلم مع اولادنا تاني وتالت وعاشر. اوعى تسيب ابنك يروح المدرسه في سن 8 9 سنين وانت لغايه دلوقتي مكبر دماغك. ده انتهاك. لان هو لما هيكبر يقول لك بابا ما كلمنيش على الحاجات دي، انت نفسك زعلان من اهلك، ولو ان انت وقتها الزمن ما كان غير الزمن، كان سهل ان اهلك يتكلموا معاك، يمكن كان صعب شويه نعذرهم، بس النهارده الدنيا كلها بتتكلم على التوعيه وان بابا وماما لازم يعلمونا. انا بدي اكزامبل واحد بس عشان افهمك ايه اللي ممكن ولادك يكونوا محتاجينه منك. تاني ايموشنال انتهاك نفسي او منتل، هو ان انا مثلا ابقى عارف ان انا ابني نفسيته حساسه وراجع من المدرسه زعلان وكبر دماغي وما هو ما اتكلمش، او مراتي جت متضايقه وانا عارف مراتي حساسه ومش هتتكلم وما بعتلهاش رساله. الانسان بيكون صوره من الخبره. يعني مثلا انا كل ما باجي اسلم على ابونا مين الاقيه بيبتسم في وشي بيطبطب عليا بيشجع فيا، يبقى انا بقى جالي صوره ذهنيه عن علاقتي بابونا ان هو بيحبني. لكن كل مره هاجي اسلم على ابونا مش هيسلم عليا، مش هيشوفني يدور وشه مره اتنين تلاته، تكون جوايا ايه؟ صوره ذهنيه. فمشاعري اتكونت من خلال الايه؟ الخبره. فاهمين قصدي؟ الاصعب ان ده بيجي من بابا ومن ماما بشكل مستمر. ليه؟ لان دورهم مهم في ايه؟ في حياتي. فتكونت صوره ذهنيه ان بابا شديد. هو بابا ممكن ما يكونش قصده يبقى شديد، بس انا عشان نفسيتي حساسه وبابا مش فاهم نفسيتي الحساسه فتكونت صوره. احنا بنعمل كده مع بعض. فيبدا الانسان يلجا لايه؟ طبعا كل ده يبدا الانسان يطلع فيه. شايفين الصوره دي؟ دي صوره حقيقيه. احنا عندنا في الباك يارد الهوملس بيجوا فروحنا عاملين قفل على فين.
تعرفين ان في اسر عايشه بالمنظر ده؟ قواعد الاسره المحترمه ثلاث مبادئ: لا تتكلم، لا تثق، لا تشعر. قواعد الاسره المحترمه: لا تتكلم، لا تثق، لا تشعر. عايز اركز على لا تشعر. في اهالي بيحسسوا الاولاد انه اي كلمه بتتقال كانك قاعد مثلا يعني كل حاجه بالحساب. انا مش ضد ده على فكره، ده مهم، بس ضد ان انا اتقل على نفسيه ولادي، احسسهم انه مفيش كومفورت زون، مفيش سيفتي، مفيش امان. ما تتكلمش، ما تهزرش، ما تضحكش. فهو بيحصل ايه عنده؟ حاضر، اصبروا عليا، لما هطلع من البيت هعمل كل ده. ويطلع ان هو يرد فعل لا تشعر. دي بقى مهمه جدا. مش مقبول ان انت تقول لبابا انك زعلان منه، يبقى هو مش فايت. مش مقبول ان انت تعبر عن زعلك منه. والكارثه الصعبه بقى انك لو تيجي تكبر تتجوز، في حاجه اسمها الفورماليتي في علم النفس، يعني انت بتختار واحد زي الابيوزر اللي انت عشت معاه في البيت. كارثه. ليه؟ لان الباك مايند او العقل الباطن بيقول لك ان this is the right way to live، فبيبعت لك سيجنال يقول لك انت كده اوكي. ده بيسموه اللي هو نيجاتيف امبريشن. يعني انا مثلا بتعامل مثلا زي والدتي مثلا، كانت دايما بتلومني طول الوقت، على طول بتلومني، مش عاجبها اي حاجه تصرفاتي. فبقع في فخ ايه؟ انه دي ماما، وماما دايما بتقول لي انت غلطان. فانا ينفع، عشان انا لسه لو ووندد كده، لسه طويل في المجروح، ينفع اتعامل مع واحده تقول لي انت صح؟ لا، يبقى في حاجه غلط. فلازم اختار واحده تقول لي انت غلطان. دي اسمها الفورماليتي. فاهمين الحاجات دي ولا انتوا نمتوا ولا ايه؟ هي 5 minutes. اعراض الانسان اللي عنده بركان مشاعر منفجر، على طول غضبان. تلاقي مثلا حد اخر عليه 5 minutes تلاقيه انفعل. عشان كده في واحد مثلا تلاقيه عنده كوارث قد كده، نفسيته حلوه ثابت. واحد عنده مشاكل قد كده ويقول لك خلاص شط الاحزان، ايام سودا، لاك دايز. ايه حبيبي في ايه؟ ليه بقى؟ مش عشان الحاجه، مش بيتدلع. صدقوني مش بيتدلع، ده تعبان بامانه. هو حاسس دايما جواه غيظ، قلق، توتر، اكتئاب، انطواء، غضب داخلي، خوف، زهقان، قرفان. فيعمل ايه؟ يعمل ثلاث حاجات. يعمل زي الست الايه السامريه او اتكبست من الجواز، فيعمل علاقات خاطئه عشان يشبع بيها، او يعمل حاجه اسمها المخدرات النفسيه. المخدرات النفسيه زي ايه؟ يلا شوبينج بقى، ننزل نعمل شوبينج 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 اوكي. او نقعد بقى ايه، احنا في الفسحه في امريكا بس نتفسح، يلا بينا نخرج. هنخرج يبقى لازم نشرب، هنشرب يبقى لازم نضرب حاجه ثانيه. انا مش بتكلم عن المخدرات كماتيريال، بتكلم عن الفكره نفسها. ليه بقى؟ لانه احساسه الداخلي الحاجات دي يخليه قرفان. فبيقول يعني انا محدش حن عليا. كتير سمعتها، بقول انا محدش حن عليا، محدش طبطب عليا. دي الحاجه الوحيده اللي بتريحني، الشوربه دي ولا المشروب ده ولا السيجاره دي ولا القعده دي ولا العلاقه دي ولا حتى الاكل. الاكل ده في حاجه اسمها، اللي منكم درس ادمان، في حاجه اسمها طقس، ها؟ الضربه اللي ده خش في اعماق الادمان. في حاجه اسمها طقس الضربه. يعني ايه؟ سوري يعني الكلام البلدي اللي بقوله. عشان اخد الشوت لازم اعمل طقس، بروح اشتري الحاجه من الراجل وبخايف وبعدين اجيب واعمل واعمل. ليه؟ هو بيعبد الايه؟ او هو بيدمن الايه؟ ليه؟ بالظبط زي اللي بيتفرج على فيلم وحش، زي اللي بيعمل عاده وحشه، زي اللي بيكلم واحده من ورا مراته، زي اي حاجه. هو مش بيهمه الكوميونيكيشن دي، هو بيهمه ليه؟ ليه؟ عشان يطلع من بره احساسه بالالم الداخلي والبركان اللي جوه، مش اي حد يريحه. فيعمل ايه؟ يقع في اي حاجه من الحاجات دي. مش كده الكارثه الكبيره انك تفتكر ان الحل ايه؟ بره. الحل فين؟ جوه. الحل جوه. افتكر دايما المبدا ده، المشاعر ما بتموتش، تدفن حيه وتطل علينا بوجه قبيح. المشاعر المجروحه لن يشبعها اي انسان، اي شغله، اي سفريه، اي جنسيه، اي دوله، اي عيال، اي جواز. جواز عظيم بس مش هدفه ان يتبدل مع الشفاء الالهي لدموعك ووجعك. مضاعفات انعدام القيمه. في كتاب انا في الاخر هتذكروني وانا اقول لكم اسمه شفاء المشاعر الجريحه، هبعته لكم، عندي سوفت كوبي. الكتاب ده فعلا رائع، من اروع الكتب
تتكلم على شفاء النفس من روحها. انعدام القيمة، هوس الكمال. بتاع جويس ماير؟ لا، بتاع واحد اسمه ديفيد سمندس. انعدام القيمة، انعدام القيمة دايما حاسس ان انا ماليش قيمة. لو انت بيجيلك الاحساس ده يبقى انت عندك بركان شعر. هوس الكمال، عارفين اللي عايز دايما يوصل للقمة عايز يطلع اكتر، عايز يطلع اكتر. الحساسية المفردة، بعد شوية تحول لانسان قاسي، انسان يقولك انا كنت ساعدته جدا وجبت له، ولما جه من المطار رحت واستقبلتهم والثلاجه جبتها لهم واشتريت لهم، كان عندهم شعرويه قوي، وبعدين ما حبونيش. اصل انت بتدور على حاجه جواك مش براك، بس مش هتلاقيها بره، تلاقيها جوه، فبتدورش مره كتير. او المتجنب، ملاش خدمه بقى، رحنا الكنيسه واتكبسنا، لا يا عم انا بتناول وبمشي، وفاكر ان ده الناس وحشه، الكنيسه وحشه، محدش بيحبني، مجتمع الكنيسه صعب. آه لا، الدنيا كلهم بيضحكوا على بعض، شغل لا 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 لا. فيربي عياله بمبدا ايه؟ الهروب. اهرب اهرب يا ابني اهرب. افتكر ان ده مبدا روحي يا حبيبي، ده مش مبدا روحي يا حبيبي، انا مش قلت ان ضد انك تهرب، اهرب من مرات فطيفار. اهرب من مرات فطيفار، لكن مش هنضحك على نفسنا، انت مش بتعمل كده عشان سمو روحي، انت بتعمل كده عشان جواك جرح، انت بتعمل كده عشان متالم وتنزف. المشاعر الغير متزنه تطلع باشكال مبالغ فيها، بارده قوي، غير مناسبة للموقف، يعني تلاقي حاجة صغيرة كده مرة واحدة قعدت 7 أيام ما بتكلمنيش عشان بعتت لي 3 رسائل، 3 رسائل، وأنا كنت في يوم حد زي كده وفي وعظة مثلا أو في حاجة ورا بعض ما ردتش، عملت لي بلوك، وأنا كنت لسه مرسوم، فبقى ضميري حساس قوي قوي قوي، يعني ضميري حساس بتمنى يعني. بس بقى إيه، قعدت بقى وبعت لها وصلي وكلم أبو اعترافي، وبعدين هو برضه ما ردش عليا. بعد 4 أيام رد عليا قاعد يضحك، قلت له ايه يا ابويا؟ قال لي انت وقعت في المطب ده، كلنا وقعنا فيه في الاول. الواحد يبقى الاول ليه؟ لان في ناس حبايبي مجروحه، هم احنا مش بنقول ان هم بنقلل من الامهم، بس ما تصدقش ان انت عندك يعني مشكله. المشكله فين؟ ممكن اقول ان انا المفروض كنت ارد عليها، بس مش معنى ان انا، في ناس بيسموها بوردر لاين، يعني ايه؟ يعني على الايدج. ما ردتش عليا، يا ابونا بيقاطعني، لا ده بقى مشكله. بس ما تصدقش ان في يعني في 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 اللي هي بيسموها ردود فعل غير مناسبه، او ردود فعل عكسيه، يعني مثلا شعور، مثلا واحد تلاقيه مثلا قال له جاله مثلا خبر ابوك عمل حادثه، يقعد يضحك. في ناس كده على فكره، في ناس كده على فكره، مش بي مش بي مش بي مش بيمثله، هو عنده مشكله. يعني مره كنت بتكلم مع حد وبعزيه، وبعدين اخوه بيتريق على عليه ويقول له بس بقى ما تعيطش احسن تبن مش عارف البصه. كنت عايز اديله بصراحه يعني، الراجل بيعيط علشان باباه، وده والدكم اللي اتوفى، بتهزر في الجنازه، انت طبيعي؟ في ناس كده. طيب الاسباب زي ما قلنا، جوع، المخدرات النفسيه، غياب القيمه والهدف. قراراتنا دايما يا حبايبي غالبا بتكون ما بين العقل والعاطفه. الانسان المتزن بيعرف يبالانس ما بين دول. اللي عنده بركان مشاعر غالبا كل القرارات بتيجي منين؟ من العاطفه، لان هو فاكر ان هو لما يعمل كده العاطفه هتهدى. ففي ممكن واحد يكون اخذ قرار هجره او 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 جواز او علاقات، او حتى يسيب شغله او يخدم، بس عشان خاطر انا عايز، انا جوانا محتاج. اجين مش غلط، لكن ما تصدقش دايما قلبك، لان الكلب ايه؟ اخدع كل شيء وهو نجيس. ليه؟ احنا قبل المسيح